السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم جريد فور؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله مع ميعاد مع مادة الساينس ليسون نمبر 3. الليسون ده هو صح طويل شوية حبتين، بس ان شاء الله هنقسمه مع بعض، هعمله لك في فيديو واحد كامل. وانت تعبت وقف الفيديو، مش لازم يعني تذاكر الدرس كله ايه مرة واحدة. ليسون 3 بيتكلم عن البلانت ادابتيشنز. كمان الناس اللي هي تعودت معانا من بداية الترم انها تذاكر من المذكرة اللي احنا بنعملها، المذكرة موجودة اهي ان شاء الله، انا هحطها لكم في وصف الفيديو والديسكريبشن بتاع الفيديو وكمان في اول كومنت. اللي عايز يذاكر من المذكرة هي نفس كتاب المعاصر، مرتبة شوية، ويعني اللي يحب ده يعني براحته، واللي عايز يذاكر معانا من كتاب المعاصر ايه براحته. ادي المذكرة اللي احنا هنحطها في الديسكريبشنز او هنحطها في اول كومنت. وكمان دلوقتي هنشرح من كتاب المعاصر. ليسون 3 بيتكلم عن البلانت ادابتيشنز. ايه ده يا مس؟ هو كمان البلانتس ليه ادابتيشنز؟ ليه ادابتيشنز. ليه يعني البلانتس ملوش ادابتيشنز؟ اشمعنى بقى الانيمالز بتعمل ادابتيشن، البلانتس برضو بيعمل ادابتيشنز؟ بجد؟ بجد البلانت بيعمل ادابتيشنز، هنعرف النهارده. طب قال لي عندي نبات اسمه، نبات اسمه ايه؟ كاكتيوس. كاكتيوس ده نبات بينمو فين؟ ده الصبار. اكيد كلكم عارفين، وخصوصا في ايجيبت، النبات او الكاكتيوس ده بينمو فين؟ في الديزرت. شايفين الصوره؟ حواليه كله ايه؟ ديزرت. قال لي بوت ترو اور فولز، كاكتوس بلانت از ادابتد تو جرو اند سرفايف ان رين فورست هابيتات. ايه رايكم جريد 4؟ هل المكان ده او الانفايرمنت دي، البيئه او المكان اللي عايش فيه الكاكتوس، هو رين فورست؟ غابه بتكون رين ممطره؟ امس ده لو كانت ممطره كانت هتبقى كلها شجر وجرين بلانت واشجار خضراء وكانت هتبقى جميله. دي ديزرت يا مس، كلها ديزرت وصحراء. يبقى الكاكتيوس ده ادابت تو جرو اند سرفايف ان ديزرت هابيتات، بينمو في مكان ايه؟ ديزرت. يبقى الانسر بتاعتي هنا ايه؟ اتس رونج. طب تعالوا نشوف كمان. بلانتس هاف ستراكشرال اند بيهيفيرال ادابتيشنز لايك انيمال تو able to survive in different environment. دي النمس انا متشكك فيها، ما اقدرش اقول true or false غير انت بعد ما تشرح الدرس. صح، انتوا ما تعرفوش دلوقتي ان البلانت ليه structural adaptation و behavioral adaptation غير لما نشرح الدرس. كمان يا مس انت بتقولي الاستراكشرال ده بارت من جزء من اجزاء البلانتس، والبيهيفيرال ده سلوك. هل البلانتس يا مس ليه behavioral وليه سلوك؟ هنعرف مع بعضينا دلوقتي ان البلانتس هاف ستراكشرال ادابتيشن اند بيهيفيرال ادابتيشن. يا سلام، يعني البلانتس ليه بيهيفيرال ادابتيشن زي الانيمال، وبياكل وبيشرب وكمان بيستخبى والكلام ده اللي احنا اخدناه في الانيمال. لا كده مش بالظبط، بس ليه بيهيفيرال ادابتيشن هنعرفه الاول. بس انا عايزك تعرف ايه؟ عايزك تعرف ان البلانتس can grow ممكن ينمو، النباتات ممكن تنمو يعني تطلع او تتزرع in every place في اي مكان، بس في شرط. ايه الشرط ده؟ sunlight shines. sunlight يعني ضوء الشمس لازم يكون واصل للمكان ده. ما ينفعش تعمل بلانتس او تزرع بلانت موجودة عندك في اوضه النوم او في اوضه المذاكرة بتاعتك، لازم بتحطها في البلكونة. ليه؟ علشان تاخد sunlight. وان شاء الله لما تروحوا جريد 5 هتعرفوا كمان حاجات كتير عن البلانت وعن الصن، وعن مين؟ وعن الصن، وازاي الصن بتقدر تدي للبلانت ده انرجي. خلاص احنا بقى ايه؟ نعرف الحاجات اللي هي مطلوبة عندنا في جريد 4. يبقى احنا عايزين نعرف ان البلانت grow بينمو او بيكبر in every place that sunlight shines، في اي مكان فيه شمس، في اي مكان فيه ايه؟ شمس. every the bottom of sea ice in polar region، ده حتى في قاع البحر، حتى في قاع البحر وكمان في التلج وكمان في البولار ريجونز عند البولار بير والبنجوين
موجود عندي هناك ايه؟ بلانتس. موجود عندي ايه هناك؟ بلانتس. يبقى عندي البلانت كان جرو ان افري بليس، يقدر ينمو ويكبر في اي مكان بشرط صن لايت شاينز، موجوده اشعه الشمس، حتى في البوتوم في قاع اوف سي، في قاع المحيط او في قاع البحار، كمان في التلج وفي البولار ريجون في المناطق اللي كلها تلج. قال لي لايك انيمالز، لايك دي مش يحب، لايك دي معنى يشبه، لايك معناها ايه؟ يشبه مش يحب. بيقول لي الانسان مثل الانسان او شبيه الانسان. البلانت هاف ستراكشرال اند بيهيفيرال ادابتيشن، بيقدر يكون عنده ستراكشرال وبيهيفيرال ادابتيشنز ذات هيلب ذيم سرفايف، اللي بتخليه يقدر ينجو ويكبر وجرو وينمو in their different environment، في البيئات المختلفة زي السي البحار، زي الايس، زي الديزرت. الانفايرونمنت دي المختلفة بيقدر يعمل structural and behavioral adaptation ويقاوم الحاجات اللي تبقى صعبة في الانفايرونمنت. قال لي قبل ما ناخد اكبر شجرتين عندنا لازم نعرف حاجتين. ايه ده يا مس؟ هنتعرف بس عن حاجة اسمها سافانا فورست. اسمها ايه مس؟ اسمها سافانا فورست. سافانا فورست، غابات السافانا، وغابة تاني اسمها الامازون رين فورست. كل اللي انت عايزك تعرفه فيها ان السافانا فورست دي موجودة في ساوثرن افريكا. افريكا يبقى كده يا مس خلاص انا عرفت، مادام هي موجوده في الافريكا يبقى هي هوت 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 اكيد. مادام هي موجوده في افريقيا يبقى هي بتتميز it is characterized by extreme lack of water، هي بتتميز بان هي عندها extreme lack of water، نقص شديد في الميه. extreme يعني زياده، lack يعني نقص، ووتر والمية. كمان عندها لازم تعرف ان هي جراس لاند. جراس لاند يعني فيها اعشاب، جراس لاند يعني فيها عشب. يعني ايه عشب او يعني ايه جراس لاند؟ يعني نباتات صغيرة. قال لي كمان هي بتتميز بانها ميلد تمبريتشر. ميلد تمبريتشر يعني درجات الحرارة فيها متوسطة، عندها درجات حرارة عالية وساعات درجات حرارة متوسطة. كمان قلنا بتتميز بان هي اكستريم لاك اوف ووتر، يعني عندها نقص شديد في الميه. اثناء during the dry seasons، اثناء مواسم او فصول الجفاف، which lasts for the half of the year. half of the year يعني نص السنه. نص السنه عندها لاك اوف ووتر. there is one large tree، عندها شجره كبيره جدا. can be seen scattered throughout the landscape which is تسمى إيكاشيا تري. إيكاشيا تري دي الشجرة اللي هندرسها على السافانا فورست، ودي بيسموها أمبريلا شيبد تري. هنشوف ان شكلها شكل الأمبريلا من فوق، شكلها شكل الأمبريلا من فوق، فسموها أمبريلا شيبد تري يعني شكل الشمسية. يبقى انت لازم تعرف ايه دلوقتي؟ تعرف ان السافانا دي فيها جراس لاند، فيها عشب، فيها ميلد تمبريتشر درجة حرارة متوسطة، فيها لاك اوف ووتر نقص في المية، وتعرف ان فيها شجرة اسمها ايكاشيا تري بتنمو فين؟ جرو ان سافانا فورست. تعالوا نروح للناحية التانية. الناحية التانية غابة اسمها امازون رين فورست. Amazon Rainforest، الغابة دي موجودة في البرازيل. Amazon Rainforest موجودة في البرازيل، بلد زي ايجيبت اسمها برازيل. قال لي it is rainy. rainy يا سلام، دي كلها مطرة. most of the year يبقى دي اللي كلها rain مطرة، هتعاني او هيبقى عندها problem مشكلة في lack of water. لا يا مس، ده عندها على طول rain مطر، يبقى ما عندهاش لك أفوتر. قال لي so لذلك it is easy من السهل to find water، الشجر هناك
من السهل ما عندوش بروبلمز في انه يوجد ايه الووتر. قال لي امال ايه المشكله؟ قال لي كمان الامازون دي it is characterized by strong winds. winds يعني الرياح، عندها رياح شديده جدا strong winds، ودي المشكله بتاعتها. ايه المشكله؟ عندها strong winds، رياح قويه. There is a tree that can be seen emerges high above other tree which is kapok. احنا هناخد شجرة بتنمو جرو ان امازون اسمها ايه؟ كابوك تري. اسمها ايه؟ كابوك تري. ونفس الكلام هي امبريلا شيبد تري، برضو نفس الكلام، هي شجرة من فوق شكلها شكل الامبريلا او شكل الشمسية. يبقى انت لازم تعرف ان الامازون هي ريني all the year، طول السنة. هي عندها مشكلة strong wind في الرياح الشديدة. اما السافانا هي عبارة عن grass land mild temperature، عندها مشكلة lack of water. الامازون هندرس فيها شجرة اسمها الكابوك، والسافانا هناخد فيها شجرة اسمها الايكاشيا. طب يلا بينا نكمل. قال لي خد بالك in the savanna forest أو savanna grassland most large plants cannot grow due to drought. drought كلمة لازم تكون عارفها، drought والجي هنا silent، drought يعني جفاف، drought يعني ايه؟ جفاف. بيقول لي معظم البلانت هناك أو الجراسلاند في السافانا ما بتقدرش grow، cannot grow، can't grow، ما بتقدرش تنمو. ليه؟ due to بسبب drought الجفاف، مفيش ميه، احنا لسه قايلين lack of water، عندها نقص شديد في الميه. drought يعني ارض مش موجود فيها ايه؟ water. drought condition as the dry seasons lasts half of the year، نص السنه الارض بتاعتهم ما عندهمش ميه، يبقى بالتالي الجراس لاند هناك ايه؟ will die will not survive، مش هتنجو او مش هتنمو. قال لي بس في الامازون رين فورست it is hard، من الصعب for plants to reach sunlight، انهم يوصلوا لأشعة الشمس. ليه؟ قال لي due to the extra tall trees، الاشجار هناك عالية جدا. tall extra tall يعني طويلة جدا، اشجار طويلة جدا. growing up to 70 meters tall، يعني انا عندي جراس لاند كده في الارض صغنطوطه، وعندي شجره كبيره كده فوقيها 70 meters. هل السانلايت هيقدر يوصل للجراس لاند الصغيره او الشجره الصغيره اللي بتبقى تحت الشجره الطويله دي؟ لا طبعا. فالشجره الطويله الصغنطوطه دي ايه هيحصل لها بروبلمز؟ ايه البروبلمز؟ ان السانلايت not reach، مش هيوصل ليها. واحنا لسه قايلين اي بلانت لازم توصل له السانلايت، اشعه الشمس، علشان ايه؟ علشان ينمو. طب يلا بينا بقى نبدا بالايكاشيا تري. احنا قلنا ايه بقى؟ قلنا ان الايكاشيا تري دي جرو فين؟ بتنمو في السافانا فورست. يبقى اول حاجه لازم تعرفها ان الايكاشيا تري ادي شكلها grow in savanna forest، عندها ايه؟ شايفين الارض تحتها شكلها ايه؟ شكلها حرام، ما عندهمش ميه. المشكله اللي عندهم there is no water half of year، نص السنه there is no water، ما عندهاش ميه. يبقى عندها نقص في مين؟ lack of water، دي البروبلمز بتاعتها. قال لي شايفين شكلها عامل ازاي؟ umbrella forest يعني ايه؟ يعني شكلها كأن واحد ماسك الشمسيه بتاعته، علشان كده بتسمى umbrella shaped tree، شكلها شكل مين؟ شكلها شكل الشمسية. اوكي جريد فور. طب يلا بينا نكمل. قال لي الايكاشيا تري امبريلا شيبد تري. قال لي الايكاشيا is adapted to survive through many months of drought، عندها قوة او ربنا سبحانه وتعالى عطيها structures، عطيها صفات، عطيها اجزاء في جسمها بارتس بتقدر تعمل adapt، بتقدر تعمل adapt تتكيف او تتأقلم مع الدراوت الجفاف اللي موجود عندها في الانفايرونمنت. طب الهابيتات بتاعها او مكان السكن بتاعها، احنا لسه قايلين قلنا
أفريكا ساوثرن أفريكا سافانا أو سافانا فورست، أي واحدة فيهم لازم تكون عارفها سافانا فورست. طب الاستراكشرال، أي بلانت من دلوقتي ورايح أنت لازم تكون عارف هو بيتكون من ثلاث حاجات أساسية، 3 بارتس. إيه وإيه وإيه؟ بيتكون من حاجة اسمها روتس. روتس دي اللي بتبقى في الصايل، صايل يعني تربة، صايل يعني تربة. الروتس دي أنت مش بتشوفها، موجودة تحت under soil. وبعد كده عندك حاجة اسمها stem أو trunk، الساق أو الجذع، ده الساق الترونك أو الستيم. وبعد كده عندك الليفز، عندك إيه؟ الليفز اللي هي الأوراق. طب هناخد أول حاجة بقى الليفز، الليفز أو الأوراق بتاعت الشجرة دي، شجرة السافانا. شايفين شكلها عامل إزاي؟ شكلها إيه؟ خفيفة أهو. قال لي عبارة عن tiny leaves، tiny leaves، كلمة tiny يعني صغيرة، أوراق صغيرة. grow on the top of the tree، بتنمو أعلى الشجرة. ليه بتنمو أعلى الشجرة؟ قال لي to help them hold in water، علشان لو في أي رين فجأة سقطت من السماء أو الرين بدأت تنطر، الورقة دي أو الليفز دي تقدر تعمل لها hold. يعني ايه hold؟ تمسكها. hold يعني ايه؟ يمسك. يبقى to help them hold in water، علشان تقدر تمسك المية. while soaking up أو absorbing، الكلمة دي مهمة جدا. absorb، absorb يعني تمتص، علشان تقدر soak، soaking برضو تمتص، تقدر تمتص sunlight، عشان احنا لسه قايلين اي بلانت يقدر ينمو مدام في ايه؟ sunlight، مدام في ايه؟ sunlight. يبقى الليفز موجوده on the top اعلى الشجره علشان two reasons، سببين. ايه وايه؟ soaking up او absorbing، absorbing sunlight، كمان علشان تعمل hold water، علشان تمسك الميه. هي محتاجه ليه sunlight؟ علشان قالك to make food، قلنا هتاخد في grade 5 ازاي هي بتاخد السنلايت ده وتحوله لفود، وتحوله لايه؟ لفود. اللي there are sharp spines، sharp spines يعني اشواك، شوك. ايه ده يا مس؟ هي عندها شوك، اه شايفينه؟ اه بصوا ده، دي ايه؟ دي شوكة. spines، spines، spines يعني شوكة، sharp spines يعني أشواك حادة. around the leaves، تفتكروا ليه؟ فكروا كده grade 4، ليه ربنا سبحانه وتعالى عمل لها spines دي؟ قال لي علشان ما تخليش الانيمالز اللي عندهم في الفورست تاكلها. prevent، علشان تمنع الانيمالز from eating these leaves، انها تاكل ايه؟ الشجرة دي. يبقى الليفز عندها كذا structures، عندها بتقدر hold the water، بتقدر تمسك المية، بتقدر تعمل absorb للسنلايت to make food، عشان تعمل اكلها. كمان عندها sharp spines، عندها sharp spines اشواك حادة. ليه؟ to prevent، علشان تمنع الانيمال من ان هي ايه؟ هم ان هي ايه؟ تاكلها، ان هي eating these leaves، انها تاكل الاشجار او الاوراق دي. علشان تبقى واخد في بالك، اي بلانت grow in desert، بينمو في الصحراء، عنده spines، عنده ايه؟ spines. ان الايام دي موسم الباربري فيج. يعني ايه مس باربري فيج؟ يعني التين الشوكي. انت علشان تاكل التين الشوكي محتاج تلبس gloves في ايدك وتقشره. في برضو spines، في ايه؟ spines. الكاكتس برضو اللي احنا لسه كنا بنشرحه في اول الحصة، عنده ايه؟ عنده spines، عنده شوك. ليه؟ علشان الانيمالز ما يقدرش ايه؟ ياكله. اوكي؟ طب تعالوا ناخد another structures، structure فيها تاني اللي هو ايه؟ الترانك. اللي هو مين؟ الترانك، الترانك اللي هو الساق، اللي هو ده كده ما بين الروتس وما بين الليفز. قال الترانك او الساق a very long trunk، طويل جدا. ليه طب؟ قال لي علشان هو لو كان قصير
كان كل الحيوانات او الانيمال اللي في الغابة اكلته. So most animals except جيراف، ما عدا الجرافة سوري ما عدا الزرافة cannot reach its leaves to feed on. كل الحيوانات ما بتقدرش توصل للليفز تاكلها الا الجراف الا الزرافة. ليه؟ طب الزرافة علشان يمس الجراف، الزرافة النك بتاعتها او الرقبة بتاعتها it's very long، هي طويلة جدا، فتقدر تاكل مين؟ تقدر تاكل الليفز. علشان كده ربنا عمل لها ترانك، لونج ترانك، لونج ترانك، ساق طويلة جدا. ليه؟ علشان prevent الانيمال to eating it، عشان تقدر، علشان تمنع الحيوانات انها تاكل الاوراق. قال لي خد بالك الترانك ده في الايكاشيا بيعمل حاجة جميلة جدا. ايه مس؟ قال لي هي مش موجودة في الديزرت؟ المشكلة اللي عندها لكفوت نقص المية. طب فاكرين انا عندي حيوان animals بيعيش في lives in desert وبيعمل ستور، بيخزن المية. فاكرينه ده الكامل، الكامل يا مس، الجمل. عنده حاجة اسمها هامب. لو احنا رسمنا كده مثلا الكامل الباك بتاعه او ظهره، فعنده حاجة كده اسمها هامب. هامب يعني السنان بتاعه بيخزن فيه الووتر علشان بيمشي مسافة كبيرة في الديزر. الترونك الساق بتاع الإيكاشيا زي الهامب بتاع الكامل. ازاي يا مس؟ قال لي برضو بيخزن فيه المية، بيخزن فيه ايه؟ المية. لما بتبقى المية قطعة عندكم في البيت، ماما بتجيب حاجات في الشقة، حلة صغيرة او كلمن كبير، وبتخزن فيه مية علشان المية بتكون قطعة. طب الشجرة اللي موجودة في الديزرت عندها حلة وكلمن تخزن فيه المية؟ لا طبعا. امال ايه؟ هتخزن الووتر في الترانك. علشان كده ربنا اداها ترانك طويل، لونج ترانك، تملى فيه مية ايه؟ براحتها بقى. The trunk is acacia tree stores. Store يعني تخزن. Store يعني ايه؟ تخزن. تخزن الووتر. As the hump زي السنام in the camel stores fats. الكامل او السنام الجمل عنده حاجة اسمها hump من فوق كده بيخزن فيها الفاتس الدهون وبيخزن فيها الووتر. اوكي جريد 4 بيخزن ليه الفاتس؟ لان هي تعتبر الفود بتاعته. طب تعالوا نروح لاخر حاجه في الاستراكشر بتاع الايكاشيا. ايه بقى؟ الروتس. الروتس او الجذور. طب الجذور موجوده فين؟ انا مش بشوفها في الايكاشيا، مش بشوفها. دي موجوده under soil. soil يعني التراب او التربه. قال لي هي عباره عن very long root. ليه very long root؟ قال لي علشان يمس تقدر تعمل absorb، تقدر تمتص المية من فين؟ من الارض. طب كمان لها اسم، اسم دلع بندلعها بها، بنقول لها ايه؟ taproot. بنقول لها ايه؟ taproot. 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 يبقى الروت بتاعت الايكاشيا اسمها ايه؟ اسمها باسم دلع taproot. بيقول لي الروتس دي طويلة جدا، very very long root. انت لو معاك علبة من العصير لازم تكون معاك شاليمو وتكون طويلة على قد الجوس دي او على قد علبة العصير علشان انت تقدر تعمل absorb للجوس. برافو. هنا في ووتر في السويل الايكاشيا عايزة تاخده، فلازم يكون لها شاليمو. الشاليمو بتاعتها هي عبارة عن الروتس. الشاليمو بتاعتها هي عبارة عن ايه؟ الروتس. الروت بتاعتها اللي اسمها تاب روت هي عبارة عن الشاليمو اللي هتقدر تسحب وتعمل absorb للووتر. يبقى روت a very long root called tap root that grow directly downward to reach for water، علشان توصل للووتر على عمق 35 متر below the soil surface. كل ده مش مهم، المهم عندي انك انت تعرف ان الروت very long root واسمها tap root. ليه هي طويلة جدا؟ to reach for water، عشان توصل للمية.
اخدنا مع بعضنا كده ايه، اخدنا مع بعضنا الاستراكشرال. تعالوا ناخد البيهيفيرال بتاعه الايكاشيا. البيهيفيرال بتاعه الايكاشيا قال لي الايكاشيا تري كان ديفايند اتس سيلف as for، بتقدر تدافع عن نفسها. بتدافع عن نفسها ليه يا مس؟ هو في انيمز هتيجي تاكلها؟ اه مين؟ الانيمالز. الانيمالز هتيجي تتغذى عليها، فيد اون. طب هتدافع عنهم ازاي يا مس؟ هي عندها ايدين ورجلين، هتقدر تدافع وتجري؟ لا. امال عندها ايه؟ قال لي it produces a poison. poison يعني سم. poison يعني ايه؟ سم. poison يعني ايه؟ سم. poison بتصدر او بتنتج سم when an animals، لما الحيوانات begins eating its leaves، اول ما الانيمال يجي ياكل الليفز بتاعتها، هي بتعمل ايه؟ produce او secrets، بتفرز عندي poison. بتفرز عندي ايه؟ poison يعني ايه؟ بتفرز عندي سم. بتفرز عندي ايه؟ سم. to make the leaves taste very bad، علشان تخلي طعم الورق بتاعها very bad، طعمه وحش جدا. بالطبع خلاص الحيوان او الانيمال ياكل حاجة وحشة؟ لا. to keep this animals away، علشان تطرد او تخلي الحيوان يبعد عنها. يا ايكاشيا، ده انت طلعتي قروبة جدا. يبقى الايكاشيا البيهيفير بتاعها it produce a poison، هي بتصدر poison. poison يعني سم، سم او حاجة وحشة جوه الليفز. an animal begins eating its، لما الانيمال يبدأ ياكل الليفز، to make the leaves taste very very bad، يا مش هقدر اكله، ويسيبه ويجري، والحيوان ايه؟ يجري. قال لي كمان عندها حاجة تانية جدا خطيرة. قال لي it sent a smelly message، هي كمان بترسل رائحة. ازاي يا مس؟ هو في عندي حيوانات بتقدر تعمل روائح؟ اه. قال لي اه، وفيها ايه؟ انت مش تعرف النعناع وتعرف الياسمين وتعرف الفل؟ مش اول ما انت بتقرب منهم بتشم ريحة جميلة؟ صحيح يا مس، برضو نفس الحكاية، الايكاشيا بترسل a smelly message، ريحة كده مميزة، in the wind، مع الرياح. to warn، warn يعني تحذر، بتبعت رسالة تحذيرية من ألف إلى سين، من الإيكاشيا لأصدقائها. بتحذر مين يا مس؟ قال لي other acacia trees، يا ده عاملين رباطية عصابة مع بعضيهم. الإيكاشيا بتعمل a smelly message، رائحة، بتبعت ريحة للأذر إيكاشيا، أصدقائها اللي جنبها. بتقول لهم إيه؟ بتقول لهم خدوا بالكم، ده في أنيمالز جاية تتغذى عليكم، ابدأوا افرزوا البويزون بتاعكم. يا ده انت طلعتي قروبة يا إيكاشيا. قال لي it send us mini message in the wind to warn، علشان تحذر other acacia tree nearby، القريبة منها. telling them، بتخبرهم to start، انهم يبدأوا making the same poison، انهم يبدأوا يفرزوا نفس السم اللي هي عملته في الليفز بتاعتها، علشان الانيمالز ما تقدرش تاكل الليفز بتاعتها. يبقى الايكاشيا عندها two behavioral adaptation، بتبرو produce poison، بسند a smelly message. خلاص grade 4، tiny leaves، اوراق صغيرة، sharp spines، sharp spines، thin، nearby، soak up وبتساوي absorb، trunk وبتساوي stem، produce، smelly message، hump، taproot، poison. اوكي grade 4. طب كده احنا خلصنا مين؟ خلصنا الايكاشيا. وقف الفيديو لغاية هنا، ذاكر ايكاشيا كويس جدا، وبعد كده ارجع افتح الفيديو واسمع الكابوك. كابوك تري برضو نفس الحكاية، امبريلا تري، شكلها شكل الامبريلا. قال لي الكابوك تري قلنا تنمو فين؟ ان امازون. كابوك is adapted to survive in its environment، بتقدر تعمل adapt في البيئة بتاعتها. عندها لكو فوتر؟ لا يا مس، ده احنا قلنا ان هي بتنمو، كمان عندها زيادة في الرين فورست، غابة كلها رين، كلها مطرة. and behavior، طب تعالوا ناخد الاستراكشر.
أول حاجة الهابيتات، مكان السكن، موجودة في الأمازون رين فورست أوف برازيل، موجودة في مكان كله مطرة رين فورست. طب الاستراكشرال أدابتيشن، أنا كده بتكلم عن جزء من جسمها. الاستراكشرال أدابتيشن بتكلم عن جزء من جسمها، الليفز والروت والترانك. أول حاجة الليفز، قال لي الليفز، شايفين الورقة دي؟ لو انت حطيت ايدك على الورقة دي هتبقى شبه ايدك بالظبط، ادي صباعك، صباع 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 صباع، بس هي عندها 1 2 3 4 5 6 7، احنا عندنا 5 بس. قال لي تتميز الليفز بتاعتها ان هي هاند شيبد ليفز. يعني ايه هاند شيبد ليفز؟ يعني الورقة بتاعتها على شكل اليد، الورقة بتاعتها مالها؟ على شكل اليد. ادي الورقة بتاعتها، بصوا على شكل ايدك، على شكل ايه؟ ايدك وصوابعك. طب قال لي ليه؟ قال لي علشان هي with narrow parts، عندها اجزاء، يعني ايه اجزاء ضيقة ما بينها وما بين بعض، زي صوابعك، ما بين كل صباع والتاني عندك فتحة. قال لي ليه؟ طب هي ربنا يعني سبحانه وتعالى خلقها كده؟ قال لي علشان احنا قلنا الغابة دي او الرين فورست دي عندها سترونج ويند. يعني ايه سترونج ويند؟ عندها رياح شديدة جدا، فلو الورقة عندها وايد عريضة كده، الريح او الويند لو هو شديد او قوي هيعمل ايه؟ هيعمل لها تير، هيقطعها. لو جبت ورقة او الكشكول بتاعك قدام مروحة والمروحة حاططها على أعلى سرعة عندك في البيت، الكشكول إيه؟ الورقة هتتقطع. فعندها نارو بارز عشان الويند يدخل فين؟ ما بين النارو دي. الويند يدخل فين؟ ما بين النارو دي. To allow wind، علشان تسمح للرياح to move، إنها تتحرك more gently برفق through the leaves without tearing them، من غير ما تمزق أو تقطع الورق. يبقى عندها leaves على شكل الهاند شيبد ليفز، على شكل الورقة. ليه؟ to allow wind، علشان تسمح للرياح أو الهواء to move، علشان يتحرك. مش عايز تقول more gently، قول قول ايه، قول to move easy، علشان يتحرك بسهولة، خلاص، without tearing them، من غير ما يقطع. طب تعالوا كمان ناخد الروت بتاعتها. الروت بتاعتها دي مالها؟ شايفين؟ ايه ده يا مس، هي دي مش الشجرة؟ قال لك لا، ده الروتس. الروتس يا مس لسه قايلة، ده بيبقى اندر السويل، تحت التربة. قال لي صحيح، اما الشجرة دي الروتس بتاعتها فوق التربة. الشجرة دي الروت بتاعتها جزء منها اندر سويل والجزء التاني فوق التربة. ليه يا مس؟ قال لي علشان اول حاجه ليها اسم دلع برضو زي التاب روت بتاعت الاكاشيا، اسمها باتريس روت. باتريس روت ليه؟ قال لي علشان الشجره دي بتعيش في مكان كله سترونج ويند، رياح شديده، وارض كلها سوجي سايل، ارض مبلوله وكلها ميه، فلازم اكيد يا مس عايزه حاجه تدعمها، عايزه حاجه تمسكها. بالظبط، الروتس دي بتعمل كدعامة أو بتعمل كحاجة ماسكة الشجرة دي علشان الهوا ما يوقعهاش، وعلشان الأرض اللي تحتها إيه؟ سوجي سوجي سويل، سوجي سويل يعني أرض مبلولة، أرض كلها طينة. أوكي جريت فور. يبقى الروتس بتاعتها لارج، طويلة، واي روت، واسعة، اسمها باتريس روت. اما الاكاشيا ديكايا كان اسمها تاب روت. قال لي الباتريس روتس ار نوت بلانتد ديبلي، مش بتنمو على عمق زي الاكاشيا. ليه؟ لان الاكاشيا كانت بتنمو ديب، عميقه، علشان ابزورب ووتر، دي عندها الووتر في كل مكان مش محتاجاه. But they grow high up on its trunk، هي بتنمو على او جنب او على طول جنب الترانك. To hold the tree، علشان تمسك الشجرة. ليه؟ علشان الشجرة دي بتنمو في السوجي سويل. قلنا السوجي سويل يعني wet muddy soil، يعني أرض كلها طينة، أرض كلها إيه؟ طينة. قال البترس روت دي can start up to 5 متر above the ground، ده بتوصل الطول بتاعها ل 5 متر، 5 متر فوق الجراوند،
فوق السويل او فوق الارض. طب ايه البيهيفيرز بتاعها؟ قال لي البيهيفيرز بتاعها برضو نفس البيهيفير بتاع الايكاشيا، نفس الحكايه الكابوكي تري، بس دي بقى ايه جميله، عندها ديليشيوس سميلينج. ديليشيوس يعني لذيذ، سميلينج رائحه لذيذه. ديليشيوس سميلينج فلاورز يعني عندها ورود صغيره لها ريحه جميله. تو سند ا مسج عشان ترسل رساله عن طريق الويند، تو اتراكت لتجذب الباتس. باتس تجذب الخفاش. ليه تجذب الباتس؟ قال لي علشان الباتس ده بيجي ياخد السيدز البذور اللي فيها وينقلها برجليه لمكان تاني وتنمو شجرة إيكاشيا تاني، ويبقى عندها شجرة إيكاشيا صغنطوطة وشجرة إيكاشيا صغنطوطة وتكبر، ويبقى عندي ويبقى عندي كابوك كتير كتير كتير. يبقى ليه بتعمل اتراكت للبات؟ علشان البات ده ياخد السيدز البذور في رجليه ويعمل عملية ترانسفير السيدز لمكان تاني وتنمو كابوك تري صغنطوطة. قال الكابوك تري هاز فلافي يلو سيدز، هاف فلافي يلو سيدز يعني عندها بذور صغيرة جدا لونها أصفر وخفيفة. تو بي ايزلي كاريد باي ويند اكروس ذا فورست، علشان الرياح والباتس يقدروا يحملوها لمكان تاني في الغابة وتقدر تنمو شجرات كابوك تاني كتير في الفورست. Check your understand grade 4. قال لي number 1 sending a smelly message from acacia tree to warn other acacia. الإكاشيا بترسل ريحة warn بتحذر فيها الإكاشيا التانيين. is considered ده يعتبر ايه؟ انا ما اتكلمتش عن اي structure، يبقى ده ايه؟ ده behavior. number 2 a structural adaptation of cupboard tree is that structure، يبقى يا إما بتدور عن root، يا إما بتدور عن trunk، يا إما بتدور عن leaves. تعالوا نشوف. It has fluffy yellow seeds. It has buttress root. It has sharp spines around its leaf. It has a taproot. الكابوك مالها الكابوك؟ ده عندها buttress root. عندها مين؟ buttress root. أما التابروت دي بتاعت الإيكاشيا، والسباين شارب بتاعت الإيكاشيا. اوكي جريد 4 عندي نارو بارت اجزاء ضيقه، باتريس روز جذور داعمه، فلافي يعني رقيق او خفيف، عندي ديليشيوس سميلينج فلاور رائحه الزهور الطيبه او الجميله، جنتلي بلطف، وعندي سوجي سويل تربه رطبه او كلها طينه، وعندي فريملي بحزم او تمسك الشجره كويس. اخر حاجه عندنا في الليسون بيتكلم عن مجموعه نباتات بلانت، لازم تعرف كل واحده بتنمو فين. اول حاجه عندي المانجروف، مانجروف تري دي شجره بتنمو على الووتر، الهابيتات بتاعها السولت ووتر الميه المالحه. الاستراكشرال ادابتيشن ات از هاز لونج اند سترونج روتس، عندها لونج وسترونج روتس، جذور طويلة وقوية. ليه؟ قالي to resist عشان تقاوم الووتر ويفز، هي بتنمو على الووتر. ايه ده يا مس، هي في بلانت بينمو على الووتر؟ في بلانت بينمو على الووتر زي المانجروف، فلازم له لونج روت وكمان تكون سترونج. قالي كمان عندي نبات تاني اسمه ووتر ليلي. ووتر ليلي ده اسمه جميل جدا، افتكروا النبات ده هيجيكوا تاني في جريد 5. ووتر ليلي اسمه ايه؟ بينمو فين الهابيتات بتاعته؟ ويتلاند، في اي مكان يكون فيه ميه. فريش ووتر يعني زي نهر النيل، وعندنا الناس اللي بتروح نهر النيل هتلاقي الووتر ليلي على السطح السيرفيس بتاع نهر النيل. قال لي it has wide، وايد يعني واسع، floating leaves يعني اوراق واسعه بتنمو على سطح الميه. قال لي ليه؟ قال لي to absorb a large amount of sunlight، علشان تمتص كميات كبيرة من السان لايت ضوء الشمس. آخر حاجة، لأ مش آخر حاجة، عندي البين تري دي شجرة عيد الميلاد أو اللي بتشوفوها في الكريسماس اللي عاملة زي السبعة كده، النمبر 8 أو نمبر 7 زي التريانجولر المثلث. قال لي دي بتنمو الهابيتات بتاعها في السنو. قال لي البين تري هاز التريانجولر شيب، شكل على شكل المثلث، and short branches والفروع بتاعتها صغيرة، وعندها حاجة جميلة جدا،
عندها نيدلز ليفز. يعني ايه نيدل؟ يعني الورق بتاعها شبه الإبرة اللي ماما بتخيط بيها البنطلون بتاعك، نيدل ليفز. ليه؟ قال لي التريانجولار يا مس علشان هي بتنمو في السنو، فلو وقع شوية سنو كده عليها فيقدروا يحمل لهم سلايد يتزحلقوا. أما لو هي يا مس كانت ورقة كده وايد عريضة وقع عليها سنو يا مس، ده هتتكسر جدا، والورق والسنو هيفضل على الورقة، وبالطريقة دي هي هتتملي سنو وهتقع. أما شكل التريانجولر هيخلي السنو يحصل له سلايد ويتزحلق. To allow the snow to slide easily، عشان تخلي السنو يتزحلق من عليها. So its branch don't break، والفروع بتاعتها ما تتكسرش. طب ليه عندها needle leaves؟ قال to prevent the loss of water، علشان ما تفقدش أجزاء من المية بتاعتها. آخر حاجة عندي البالم تري. البالم تري بتنمو أو الهابيتات بتاعتها في الديزرت. قال it has thick root، أي حاجة grow in desert عندها thick root and long root and small leaves. ليه؟ قال to resist، علشان تقاوم أو تقدر تعمل adapt للسترونج ويند. ليه عندها strong wind؟ يعني رياح قوية فين؟ في الديزرت. ماشي جريت فور ده لسه كمان فور. كمان عندي الباربري فيج. الباربري فيج أو نبات التين الشوكي برضو في الديزرت. خلاص نبات تين شوكي أو من اسمه، يبقى عنده ايه؟ sharp spines. sharp spines أشواك حادة. and tough outer cover يعني عنده قشرة سميكة. ليه؟ to prevent animal from eating its leaves and fruits، علشان الانيمالز ما تقدرش تاكل الفروتس بتاعته والورق بتاعه. زي مين؟ زي الاكاشيا. from the previous table we can conclude all plants have roots، كل النباتات عندها roots، عندها stem او trunk وكمان leaves. البلانتس differs، بتختلف in structural and shape of their roots وستيم وليف. النباتات بتختلف في الشكل الروتس والستيم والليفز، علشان ايه؟ تو ادابت مع الانفايرمنتال كونديشن. كل واحد بيشوف هو بينمو فين. في الديزرت يبقى لازم يكون عنده لونج روتس وكمان شارب سبينز. في السنو يبقى يكون عنده نيدلز ليفز. في الرين فورست يبقى يكون عنده باترس روت. Plant were placed in different environment، اللي يحدث لو انت حطيت plant في different environment. This is plant may die، يعني خدت البربري فيج حطيته في السنو وهو بيعرف يعيش بس في الديزرت. طب خلاص هو هيحصل له die، هيموت. may adapt، ممكن ايه؟ يموت، وممكن يقدر يعمل adapt او يقدر يتأقلم مع new environment، مع البيئة الجديدة اللي انت حطيتها فيها. to survive and grow in their new environment. جينا أخدنا البنتري اللي بتنمو في السنو، حطناها فيه أو زرعناها في الديزرت، هل هتقدر تعيش؟ ربما maybe، ربما die أو not survive، وربما تقدر تعمل adapt. كويس كده جريد فور؟ يا رب أكون قدرت أوصل لكم ولو معلومة بسيطة عن الدرس. نمبر ناخد التشيك بالمرة. palm tree has short roots and big leaves، ايه رأيكم؟ palm tree grow in desert، عندها short roots؟ لا طبعا مستحيل، ده لازم يكون عندها long roots. عندها big leaves؟ لا ده عندها short leaves. نمبر 2 water lily، ده بينمو فين؟ above water. lives in salt water؟ لا ده بينمو على نهر النيل، وده fresh water يعني مية عذبة. Number 3 mangrove tree has long and strong roots to help the plant to resist the water waves. ايوه بالظبط، لانه بينمو على الووتر ليفز. وبكده جريد 4 نكون خلصنا لسون 3. استنوني ان شاء الله خلال الاسبوع ده في الاكسرسايز اون لسون 3 باذن الله. اسيبكم في رعايه الله وفضله، دمتم دايما بخير، دمتم دايما متفوقين جريد 4. يا ريت اللي يعجبه الفيديو يعمل لايك.